فضيلة الشيخ، لي جد أبوه متوفي، أبو جد يعني متوفي بلبر بلو خبت في الحالة، وسؤالي هنا يقول شو اسمه، ما حكم كونه كل عادة كل سنة كل راس سنة كذا مثلا كل ما يحول الحول يطلع يعزم العائلة يطلع له يذبح هناك ويسوي وليمة هناك عند القبر؟ نعم، لكن ما قصده يعني أنه مثلا للميت. هذا منكر، هذا منكر. ولو كان برا مقبرة، ولو كان برا المقبرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا اتخذ قبر أبيه عيدا. يعني محرم هو أصلا أنه الذبح عنده، الذبح عنده وكون يعتاد كل سنة، هذا حرام عليه. بلغهم يا أخي عنا أن هذا حرام وأنه لا يجوز. ولو ذهبنا بعيدا لقلنا إن العلماء يقولون إن الميت إذا فعل المنكر عنده تأذى به، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندي دليل الآن، إنما أصل العمل منكر، فيجب عليهم أن يكفوا عن هذا العمل وأن يستغفروا الله مما جرى. نعم.